اوكي طيار 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 طيارة. لا 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 كل هذا الطيار جي في البيت. رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع رياكشن. قبل ما نبدا المقطع حبيت اقول لكم كم شيء. الشيء الاول، اشتركوا في القناه اذا كنتم مو مشتركين، خلونا نوصل 500,000 اقرب وقت. ثاني شيء، قناه الرياكشن تحت للي يبغى يشوف مقاطع رياكشن باذن الله بنزل فيها قريب. ثالث شيء، شكرا للمنتسبين، شكرا لاي واحد منتسب القناه باي فئه، شكرا لك، اقسم بالله شكرا. ورابع شيء، كود شوب بيسل، شكرا لكل اللي حطوه. خلونا نبدا في المقطع. طيب اول واحد واقف ضد اثنين ضده، بس ما ادري هل هذول تيم او لا. اوكي صار له نوك، قاعد طقطق عليهم، معطيه الاسلحه وكل شيء. اوكي معطيهم الرصاص اللي معه وكل شيء عشان يبين انه ما يقتلهم. فجاه قتلهم. غدر فيهم غدره. اوكي شوف البوت كيف، شوف البوت كيف، يعني حتى ذا قاعد يرقص، واصلا طلقات قاعد تجي بس مو قاعد يموت. وش الطياره يا اخي، هذا شلون مات؟ لقطات تصدم كذا ورا بعض. اوكي يا ساتر، هذا عنوان الفيديو، هذا عنوان الفيديو يقول لك هاك هاك. طلقاته غريبه وطريقه انه يموت الناس غريب، يعني قاعد في السماء برا مو برا الزون، لا برا الخريطه كامله. اوكي كيف كيف من 334 متر، كيف شافه اصلا؟ هذا ذكي مره لدرجه انه بالقرابلر ذبح واحد ومات، ما فكر في الطيحه. حلو، هذا بيموتها بيموت، ثلاثة اتش بي ومات اللي ضده. وجلون وجلون يا ساتر. اوكي لا يا خويه، خويه وصل جف العيد خويه، جي جي والله جي جي، ما قصرت يا خوي. طيب اوكي في لقطات غريبه يعني، بس يا ساتر كسروا شجر، فجأة صار في واحد زام من فوق، ما ادري شلون، شلون درى عنه ما ادري. هذا اللي دايم تريك شوت مو بصاحي. يا اخي كيف يجيب، يا اخي يا اخي رهيب يا اخي، والله لقطات رهيبة. اوكي هذا عند 12 طلقة تربيه بيشيل ضده بيشيل، خلاص وقف. اوكي او مع الجنب هذه، يا ساتر طلع برا الزون، بيرجع مره ثانيه ورجع يبني مره ثانيه، لكن نفس الحركه طلع برا الزون وفاز. يا ساتر الحركه، يعني حتى تكسر بنايات وكذا. اوكي هلو، والله طب عليهم طبه يا ساتر. يقول انتبه من الطيارات او انتبه من الهليكوبتر. اوكي انت وش تسوي، هم فجروها، بس فجرت المبنى كامل وماتوا كلهم. يا ساتر يا رب، هذا ما يدري وينه، وصلت اليد. كيف دخل جوا؟ مو بلازم يضغط مربع عشان يدخل جوا؟ والله جد كيف دخل، والله احس كذب سالفه انه فصلت اليد. ما ادري انا ما ابغى افتي، بس احس. اوكي هذه حركة معروفة جدا، وانحشر اللي ضده مسكين. اوكي راكبين القارب، في ناس قدامهم، يا ساتر. لا لا تكفى، لا تقول الهليكوبتر الحين بيجيب فيهم العيد، تكفى لا تقول. كيف دخل عنده جوا ذا؟ والله كيف دخل عنده جوا؟ يعني حاط بوكس وكل شيء. اوكي وات؟ شوفوا شلون قاعد يتحرك، شوف شلون قاعد يتحرك يا عيال. اوه كنا راكب معه بالهليكوبتر بس مو براكب. يا طاح تحت، ما ادري ايش صار، الزبده انه طاح تحت الماب، تخيلوا تحت الارض. اوكي كالعاده طياره، بس احس انها بتجي فيهم العيد. هذا مع جنب، يا ساتر يا حظه، يا ساتر يا حظه، يعني من قوة حظه النطة صارت في المكان اللي يبغاه بالضبط، بس رجعته على الهليكوبتر ومات. وهنا ماتوا من الهليكوبتر بعد، وقدامهم اللاما واسلحتهم خرافية ولوتهم خرافي. والله العظيم الهليكوبتر قاعد يجيب فيهم العيد دايم. لقطات اليوم برعاية الهليكوبتر. اوكي.
طيب وين بيروح هذا؟ لا اعطاه بكاكس يبغى يكسر بنايه، لكن فجاه سوى اديت ذاك وطلع اعطاه هت 20 ومات. هذا تعتبر حظ يعني. وات يا عيال، يقطع من الحظ، يقطع من الحظ. كيف كذا؟ يا ساتر الار بي جي اللي اشطفت. ما تكسرت وراه، لا كانت بنايه اللي وراها مكسره. حلو، هذاك فجر اللي ضده في الار بي جي، لكن تفجر هو بنفسه وفاز خويهم، او فاز خوي صاحب اللقطه. هذا قاعد يسوي تحدي او شيء زي كذا. اوكي اختصر الموضوع كامل. وراح على طول على الاخير. طيب طياره كالعاده دايما يجيبون فيها العيد، فحس انه بيجي فيها العيد. احس بسرعه 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 بسرعه. اوكي بياخذ اللوت. لا تقول بترجع للطياره. لا والله ما رجعت له. ليش تعطيها بكاكس؟ ليش تعطيها بكاكس؟ والله يلوت جامد تحتها، بس ليش يعطيها بكاكس؟ مفروض اول ما تدمج يبعد، بس اوكي. هذا كيف مات؟ حرفيا كيف مات؟ اوكي يو ساتر، كم حاط اللف ذا؟ كم حاط اللف؟ لدرجة انه قاعد يقول ويت ويت ويت، ضيع الرجال هو يلف. والله وش كم حاط اللف ذا؟ والله كثير. اهلين ذكاء، اهلين ذكاء. تبون صدق ترى طالق الار بي جي فوق، بس ما ادري شلون تدمج. اوكي ذبح الرايس كار الميثك وقاعد يقوى خويه. اوكي طيارة 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 طيارة. لا 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 لا. كالعادة الطيارة تجي في البيت كالعادة. يا ساتر. اوكي قاعد يشرب بيج شيلد. هذا نزل عنده. فجأة طلع برا الماب. فجأة دخل جوا. اي قاعد يطلع ويدخل جوا البناية قاعد يطلع اي انا مخي ايرور اقسم بالله. ليش قاعد تصير كذا؟ طيب اوكي في اثنين هنا يبغى يوزنها يعني ولا ايش؟ او قاعد يقوموا خويهم كلهم قاعد. ليش قاعدين جنب بعض؟ يا ساتر. عطى الاول 375، عطى الثاني. اوكي والله حركه رهيبه انك تشيل سنايبرين. والله شوف الحين عنده لوت الدنيا. كالكليتد يقول لك بالمخ العبها. اوكي هذا هيلة واحد والبوت قاعد يطلق عليه بس مو قاعد يموت. اوكي طيب تنكر. اوه مجهز سي فور ولا تبع احد ولا شو البنايه اللي فوق؟ اوكي ليش طلع؟ ليش يطلع؟ ليش راح تنكر بلبسه القديم يا اخي؟ خلاص نكرت خلاص خليك يا اخي. مشاكل الهليكوبتر ذي ما تخلص، اقسم بالله ما تخلص. طيب هنا في واحد بنا بنايه وهو خويه مسوي اديت دخلت للار بي جي. يا ساتر والله يا ساتر. اوكي احس ان الهليكوبتر بيجيب فيه مليت، احس كانه بتنفجر. الهليكوبتر قاعد تنزل قاعد تنزل قاعد تنزل. يا ساتر والله يهد دمج مو بصاحي، كلهم ماتوا تفنشوا. يا ساتر هذا واقف في الهواء فجأة مات شلون ما ادري. اوكي لا ملقلك اتوقع بنقى 1100 يا الهي. طيب خويه نازل تحت. وات شوف مكانه قاعد يقوم خويه من تحت، شوفوا كيف. والله احس كذب يا اخي. والله جد شلون؟ اوكي ملقلك بس ما توصل هالدرجة. شوفوا كيف واقف في الهواء. هل بيموت مرة ثانية؟ لا اوكي. عموما بس هذا المقطع اليوم، ان شاء الله المقطع عجبكم. لا تنسون مثل ما قلت لكم اللايك ترى يفرق معي مرة، واشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين، واشتركوا في القناة الثانية حقت الرياكشن اذا كنتم مشتركين فيها. يعطيكم العافية على المشاهدة، اشوفكم على خير، سلام.